مساء الفل على مواليد برج الميزان، مشاهدين كنتم او متابعين، فاذا كنتم من المشاهدين فقط فالفرصه لسه موجوده متاحه طبعا كل الوقت، اللي انتم من الاعضاء المتابعين بمجرد الاشتراك وتفعيل الجرس خلاص هتبقوا من الاعضاء المتابعين معانا في القناه، اللي ان شاء الله يوصل لكم كل جديد اسبوعين عن توقعات الفلك. برج الميزان الاسبوع الثالث وبداية الأسبوع الرابع بالبلدي آخر أيام شهر يناير 2024، تحركات مهمة جدا، يعني في 4 أو 5 تحركات هتبقى داعمة لأنواع يعني مناطق معينة، بعض التحذيرات في مناطق أخرى، لكن إن شاء الله بوجه عام هتبقى خير عليكم. مواليد برج الميزان، يعني قبل ما نبدأ توقعات النهارده هحب اقول نصيحتين قبل ما نقول الكلمتين. بلاش تحكم العواطف عن المنطق، بالاخص لو كنت في صراع على سلطة او عشان خاطر تمسك او ماسك زمام امور. دي اول نصيحة مهمة، بلاش تحكم العواطف عن المنطق. قول اللي جواك، لا تتراجع، بلاش تعمل حساب لحد. دول اهم نصيحتين كنت احب ابدأ بيهم حلقة النهاردة يا مواليد برج الميزان. وسريعا احنا بنتكلم عن تواجد القمر مبدئيا في البيت التاسع، يعني ده بيعلي عندك الشغف، الانطلاق، السفر، فكرة السفر هتبقى عندكم بمرحلة عقوية جدا في خلال الفترة دي. في حظوظ كبيرة ان شاء الله بالنسبة لأي حد منتظر امور قنصلية او منتظر امور خاصة بالسفر او مثلا بداية الطريق لعمل في الخارج او ايا كان. ايضا مع تواجد القمر في البيت العاشر ده هيخليك ايضا في خلال الفترة في علاقاتك مع يعني في تعاملات ممكن تبدأ تظهر في الطريق بالنسبة لك، اذا كانت في تعاملات قديمة تبدأ تبان على حقيقتها، في تعاملات جديدة تبدأ تظبط معك، بالاخص ان القمر في البيت العاشر في بيت مائي بالنسبة لكم، ففي برج مائي، فلذلك التأثير هنا يبقى نوعا ما بالعاطفة هتبان لك الأمور، بالعاطفة هتبان لك الأمور، لكن المنطق يبقى هو قرارك. لذلك هترجع تاني لأول نصيحة، مهما كانت الأمور ما تحكمش العاطفة عن المنطق. تاني حاجة هنتكلم فيها، إن يعني بالنسبة للشخص صفاتك الشخصية هتلاقي انت في خلال الفترة صريح، سهل استفزازك في الاعمال، هتلاقي مثلا بعد المناوشات او سهل استفزازك جدا في العمل، بالاخص بالبلدي كده هيبدأ يظهر لك الناس جواهم اللي هو في نار جوه كده طالعة قبة كده هتبدأ تفور عليكوا، يعني بالنسبة للناس من حولك ومشاعرهم يعني احساسهم تجاهك. لكن ايضا متوقع ان انت في خلال الفترة تقع مع احد الخصوم اللي هو مستنيها لك، فخلي بالك هتقع مع احد الخصوم اللي هو اللي كان مستني لك الغلطه. ده ايضا تنويه او تحذير مهم، بلاش تخليه ينال اللي عايزه، لان اللي هو عايزه ان هي توصل ما بينكم لمعركه. خلي بالك هو مجهز نفسه، هي مجهزه نفسها، فلما هم عايزين يوصلوك للحته دي فيوصلوك، ما ينفعش تبقى انت اليوم صعلوك عشان اجيب لكم من الاخر، ما تمشيهاش زي ما هم عايزينها، حاول توقفهم على حدهم. تاني يعني تحركات ايضا هنتكلم في خلال الفترة، في الشمس عندكم وبلوتو متواجد في البيت الخامس، يعني مبدئيا انت دلوقتي اهم حاجة عندك بالنسبة لك في خلال الفترة مهما كان كلام اهلك او المقربين، عايز متعتك، عايز نفسك، لان انت تعبت كفاية جدا السنين اللي فاتت ليكم يا مواليد برج الميزان، كنت بتسمع للمقربين لغاية ما المقربين طلعوا من المرمطين يعني، فخلاص تعبت. لذلك دور على متعتك، ده صح جميل جدا، شوف ايه اللي ريحك وروح له مهما كان اللي حواليك بيقولوه. لذلك في خلال الفترة دي، وانا بنوه اي حد في خلال الفترة دي من مواليد برج الميزان بيفكر في قرارات جذرية اللي احنا فعلا اتكلمنا عليها اساسا من نهاية الشهور السابقة، ان شاء الله تبقى خير عليكم، كمل لا تتراجع عن اي قرار اخدته. لكن لو اتكلمنا هنا على تواجد الزهرة وعطارد في البيت الرابع، طيب ده عامل لكم ايه بقى؟ اللي هو تحس ان ناحية العائلة بالنسبة لك
تحس ان هي مرنة، اللي هي طرية كده، مش ملهاش كلمة صريحة، او معنى صح تحس ان في كلمة بتتقال بس في كلمة في ظهرها، تحس ان مثلا الضحكة في الوش بس في الخوف من ورا، احساس اللي هو مستقر نوعا ما على الايام السابقة ومثلا على الشهور السابقة، في نوعا ما استقرار مع العائلة، لكن تحس ان المواضيع ايه بقى، ايه يلا ايه مستنيها، ده احساسك انت او احساسك انت يا برج الميزان، ان انت ايه يلا اهو انا مستني، ايه عايز تقول ايه انجز، دي الطاقه اللي تبقى موجوده، حاول تعدي نمشي الامور حواليك لغايه ما توصل لمبتغاك، مشي الامور والدنيا من حولك عشان توصل للي انت عايزه يا برج الميزان. لكن سريعا هتلاقي ان احنا دخلنا على نهايه الفتره او اخر ايام في الشهر في البيت ال 12. البيت ال 12 ده للاسف هيعمل لك منافسه رهيبه، في منافسه مهمه جدا متوقعه الحدوث خلال الفتره بالنسبه لكم يا برج الميزان. غموض، ارهاق، كثره انشغالات، العمل هيبقى فيه ضغوط زياده عليه، هتحس ان في كذا حاجه لازم تعملها في يوم واحد، هتبقى فتره تحس ان هي مكلكمه كده، يعني تحس ان يومين كده جم مره واحده كده كانه نهايه الشهر بقى، لو ايه يلا ننجز كل حاجه لازم تخلص دلوقتي. هدي الطاقم، فايه حاول ايه يعني باقصى ما يمكن تتمالك الاعصاب، حاول ان انت تمشي كل حاجه على حده عشان ما فيش حاجه تقع على حساب حاجه تانية، دي نقاط مهمه جدا، تحسين مهم جدا على نهايه الفتره. ايضا من المشاعر اللي هتقابلك خلال نهايه الاخر يومين ان انت مش عايز تشارك مشاعرك مع اي حد، حساس جدا جدا، لكن الحساسيه اللي هتبقى عندك زياده عن اللزوم خلي بالك ان ممكن حد يستغلها ان يحاول يضغط عليك، يضغط عليك في قرار ما، في التراجع عن قرار انت خدته، في ان انت يوجهك غصب عنك في طريق انت مش حابه، ممكن بسبب الضغط هو بيستغل نقطه الحساسيه عندك او بيستغل لحظه وقوعك معنويا نوعا ما، لكن ان شاء الله يا مواليد برج الميزان انت قدها، انت قدها وان شاء الله تبقى خير عليكم. مواليد برج الميزان، توقعات هذه الفتره بناء على يوم 9 يعني اخر ايام هيبقى القمر متواجد في البيوت، 9 والـ10 والـ11 والـ12. ايضا نقطة مهمة بالنسبة للتحرك على البيت الـ11، في خلال الفترة تتلاقي ممكن ايد هتبدأ تتمدلك بالمساعدة في خلال الفترة، بتكلم بالاخص يعني مثلا من يوم 27 28، هتلاقي مثلا في ايد مساعده، ايد خارجيه مش داخل مش مقربين عشان نبقى واضحين، ايد خارجيه مش لازم يكون وراها غرض عشان عارفك انت هتقلق بالنسبه لايد المساعده اللي هتتمدلك يا جوزاء، يا عفوا يا ميزان، عارف ان انت هتقلق بالنسبه للحته دي، لكن اسمع اشتري شوف هتوصل لايه، لان في الغالب ايد المساعده دي هيبقى مش من وراها شيء سيء، ان شاء الله تبقى خير عليكم. اخر تحركات زي ما احنا قلنا الشمس وبلوتو في البيت الخامس، وتواجد الزهره وعطارد زي ما احنا عارفين من اساس الاسابيع السابقه انهم متواجدين في البيت الرابع، ولذلك او بناء عليه قلنا هذه التوقعات اللي ان شاء الله تبقى فترات مهمه وخير عليكم يا مواليد برج الميزان. وبكده يبقى وصلنا نهايه حلقه النهارده، اتمنى تنال اعجاب حضراتكم، ما تنسوش حلقة النهاردة عجبتكم محتوى القناة عجب حضراتكم، محتاج منكم الدعم عن طريق الشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع ألف سلامة.